أبدأ معك أحمد دروشة في تل أبيب. إزالة القيود التي فرضتها الجبهة الداخلية على المنطقة الممتدة إلى شمال جوش دان، ماذا يعني ذلك؟ وهل صدرت أي تصريحات سياسية جديدة مرتبطة بما جرى فجر اليوم على جبهة جنوب لبنان؟ إزالة التهديدات يحيى تعني أن إسرائيل لا تترقب مزيدا من الهجمات من حزب الله كالتي شاهدناها في وقت سابق اليوم. ترددت إسرائيل في إزالة هذه القيود رغم إعلان حزب الله بشكل واضح أن الرد على اغتيال فؤاد شكر، المرحلة الأولى بحد تعبيره من الرد على فؤاد شكر، انتهت في ساعات الصباح الأولى، إلا أن إسرائيل انتظرت بعد ذلك بساعات من أجل إزالة القيود التي فرضتها على مناطق واسعة يسكنها ملايين الإسرائيليين من منطقة جوش دان في مركز إسرائيل، وهي منطقة يسكنها ويؤمها يوميا 3 ملايين إسرائيلي تقريبا، وصولا إلى منطقة حيفا التي يسكنها أكثر من 1 مليون إسرائيلي. نتحدث عن ملايين الإسرائيليين الذي فرضت عليهم تقييدات في ساعات صباح اليوم، بعد ذلك تراجعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عنها. إسرائيل تتحدث عن هجومين، عن هجوم أحبطته تروج له كثيرا، تزعم أن هذا الهجوم كان كبيرا بدرجة كبيرة جدا، وأنه كان يستهدف منشآت أمنية حساسة في منطقة تل أبيب في قلب جوش دان. من هذه المناطق منطقة قاعدة جليلوت، وهي قاعدة معروفة، مقر للموساد، مقر لشعبة الاستخبارات العسكرية، فيها الوحدة 8200، وهي وحدة استخباراتية نوعية ونخبوية تابعة للجيش الإسرائيلي. تدعي إسرائيل أنها أحبطت هذا الهجوم الذي تروج إلى أنه كان بنحو 1000 صاروخ ومسيرة، تدعي أنها قصفت 6000 صاروخ ومسيرة من أجل إحباط هذا الهجوم بشكل كامل. في المقابل هناك هجوم آخر، الهجوم الذي وقع هجوم حزب الله، هذا الهجوم يبدو أنه صغيرا أمام ما تروج له إسرائيل من الدعاءات حول الهجوم الكبير الذي أحبطته، لكنه في نهاية المطاف أكبر هجوم يشنه حزب الله على إسرائيل منذ انتهاء الحرب على لبنان عام 2006. وهناك من يقول أنه خلال الحرب على لبنان عام 2006 لم يشن حزب الله هجوما بهذا الحجم، بهذا العدد من الصواريخ على منطقة محددة على قواعد عسكرية مثل ما فعل صباح اليوم. إسرائيل تتعامل مع هذا الحدث وكأنه حتى الآن انتهى، تترقب خطاب الأمين العام لحزب الله، لكنها تترقب أيضا المرحلة الثانية أو المقبلة من رد حزب الله المحتمل خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر يزعج الإسرائيليين بدرجة كبيرة جدا. سيبقون ينتظرون خلال أيام ربما وربما خلال أسابيع الرد المقبل من حزب الله، خصوصا أن هناك اعتقاد إسرائيليا بأن حزب الله لا يزال يصر على استهداف منشآت إسرائيلية حساسة، ربما في البحر مثل منشآت استخراج الغاز شرقي المتوسط، ربما هنا في المركز في قلب تل أبيب من منشآت أمنية حساسة، خصوصا أن عدة أسماء وأماكن طرحت خلال الفترة المقبلة. قبل دقائق يفترض أن يكون قد بدأ اجتماع للكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي هنا في مدينة تل أبيب في مقر وزارة الأمن في تل أبيب من أجل مناقشة الخطوات المقبلة. فرض حزب الليكود تقييدات على وزرائه ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات تخص الجبهة الشمالية، لكن إسرائيل تتعامل وكأنها مرتاحة لما حدث في ساعات الصباح، ومع ذلك تترقب المزيد من حزب الله خلال الفترة المقبلة.